أيضا وردنا سؤال عبر تويتر الشيخ حسن الله يحملك، يقول تغميض العينين في الصلاة إذا كنت أخشع بذلك، فهل لي فعله؟ هو بالنسبة للأصل الإنسان لا يغمض عينيه في الصلاة، بل ذكر الفقهاء أن تغميض العينين في الصلاة مكروه، ولكن لو أن الإنسان عرض له شيء فأشغله في صلاته، قد يكون أمامها أشياء مصورة، قد يكون بعض الفرشات فيها، فأغمض عينيه لأجل خشوع قلبه. فقد أشار العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد إلى أنه لا بأس بذلك إذا كان فيه مصلحة، لكن الأصل أن الإنسان لا يغمض عينيه، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا احتاج إلى شيء من ذلك ورأى أن مصلحة الخشوع لا تتحقق إلا بإغماض عينيه لوجود ما يشوش عليه، فهذا قد يكون مستثنى ويكون أيضا ليس هو الأصل.